نعود مشاهدينا إلى تطورات الأوضاع في الشمال السوري وحملة العسكرية التي تخوضها تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية. نتحول إلى مراسلنا أحمد غنام من كيلس. إذا أحمد، نرصد معك بداية سير تطورات المعارك، وأيضا هل استطاعت تركيا أن تثبت سيطرتها على المناطق التي انتزعتها خلال هذه الأيام الخمسة من معركتها ضد قوات حماية الشعب الكردية؟ سارة، بالفعل المدفعية التركية تواصل حتى هذه اللحظة قصفها لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية، وكذلك الجيش السوري الحر لديه عدة معارك على محاور جنديرس وراجو، وكذلك هناك معركة في حول منطقة كفر جنة حيث كانت هناك القاعدة الروسية. الطائرات الروسية التركية أيضا اليوم قامت بقصف عدة مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية، وقيل أنه تم قصف 7 أهداف، وكذلك الجيش السوري الحر قام بصد عملية عكسية من وحدات حماية الشعب الكردية على جبهة عبلة. حتى هذه اللحظة جبل برصاي يعتبر هو النقطة الأهم والأكثر استراتيجية عسكرية التي هي بحوزة الجيش التركي والقوات التركية وكذلك الجيش السوري الحر، ويقال أنه تم هناك نشر عدد من القناصة التركية من أجل تأمين هذه المنطقة وعدم وردع قوات وحدات حماية الشعب الكردية من إعادة السيطرة على تلك المرتفعات. حتى هذه اللحظة تعتبر جبل برصاي هو المنطقة الأكثر استراتيجية والمنطقة الوحيدة تم الدخول بعمق أكثر من 12 كيلومتر وتم السيطرة على عدد من القرى. في من الجانب الإنساني سارة، كان قد صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو بأن بلاده بصدد إقامة مخيم يتسع إلى 500 خيمة، أي ممكن أن يستوعب قرابة 3000 شخص إذا ما تم هناك موجات نزوح جماعية من مدينة عفرين باتجاه الحدود التركية السورية خلال هذه العملية، عملية غصن الزيتون. أشكرك جزيل الشكر على جملة هذه التوضيحات من كيلس، مراسلنا أحمد غنام.